وا مرحبا سي معاذ، مرحبا بك عندنا، اجلتي زي عندنا، مرحبا مليح. كيفاش كتغير؟ كيفاش تغير؟ كيفاش جات؟ صباح الخير عليكم. هذه 11 ديال الصباح، البارح نعس مع 10 الليل. صراحة كنت خايف من بعد ما تقطعت لي لاطونت، كنت خايف لا ما نعش بسبب البرد، غتبقى تدخل لي البرد. ولكن صراحة هاد البلاصة ناقص فيها البرد على الفوق، على البلاصة اللي جينا منها الفوق في سينغير. هنايا الصراحة نعس بخير، هذه هي البلاصة اللي نعس فيها مزيان، نقدر نقول لكم هذه أول بلاصة نعس فيها مزيان. البارح نعس بكري مع 10 د الليل، وفقت مع 6 الصباح شابع نعاس، حيت نعسني طحت كاو، حيت البارح ضربت الطريق بزاف. ودابا كيف ما كتشوفوا أنا جمعت الباكتاج هنايا، جمعت هادشي وبقات هنايا لاطون وشي مسائل. المهم شنو غندير، غنوجد الفطور ديالي، عمر شي براد اسف هاد البلاصه زوينه، ونفطر عاد ندير الديبار. اليوم عندي 16 كيلومتر لواحد الدوار الفوق، ما غنفرسيش بزاف بحال البارح. 16 بركه، الله يجعل البركه. وهاد الطريق هادي اللي هنايا كيف ما كتشوفوا هاد البلاصه ما فيهاش الحس ديال البشر، انتوما ما كاينش البشر نهائيا، الخلا والقيفر، الطوموبيلات كيدوزوا في هاد الطريق والماطر. ها هي الطريق هادي كتطلع لتين غير، وهنايا كتنزل الانيف الريصاني، و الا بغيتي تطلع لمرزوقه ولا ترجع للراشيديه هذه هي الطريق ديالها. ولكن بلاصه زوينه الصراحه.
شوف والله الا هاد البلاصه الصراحه الكال ما كراتش نزيد ليله هنايا، ولكن ما يمكن لي، ما عنديش الخبز، ما عنديش الماء، ما عنديش الماء، بقات لي بقى لي يطرو، ما بقاليش بزاف. هو عاوتاني اخوان خصو يشرب عاو ضروري، غير خصني نتحرك. زعما كون كان عندي كلشي كنت غنزيد هنايا واحد الليله، حيت هاد البلاصه هادي الصراحه تستاهل. واخا كاينه الحاله ديال الشتاء، باينه الشتاء جايه. هاد النعناع هذا شريتو دابا شي 5 ايام ومازال ما مرت به حتى نهائيا. نعطيك شويه د النعناع هكا هاك يلاه سير. كيعجبوه النعناع صراحه. اتاي بالنعناع، هو اتاي بلا نعناع والو الصراحه. الريان ما شربت اتاي. ملي كنشري دجاج ندير شي كميله كنطلب الصدر، وكتجي معاه هاد الجناح هادو ديال الدجاج، وهادوك سبحان الله ما عنديش معاهم، وديما كنخليهم بحال هكا، كنحطهم زعما في شي بلاصه بحال هكا في الخلا باش يجيو الكلاب ياكلوهم. ولكن هاد البلاصه ما فيهاش كلاب ولا حتى شي كائن ما كاين كيدور هنايا. نعس بزاف ديال البلايص خالين كيكونوا فيهم الكلاب موجودين، ولكن هاد البلاصه هادي ما بانليش فيها الكلاب نهائيا. تكرفص على شو شنو هي تكرفص، الحوايج ديالي كاملين توسخوا، كلشي رجعت مدربل، والله الا رجعت مدربل كلشي توسخ، ولكن هادي الأمام. حطيت الشعير مزيان في الليل، وتا الصباح صليت فيه عاود في الشعير باش يعطيه شويه ديال الانرجي. ايوا دابا نشوف واش قر فيه ولا ما قرش. على بسم الله، يا بسم الله. ايوا اي الرو اي سير بالله بالله بالله.
كيف ما كتشوفوا الاصدقاء احنا غادرنا المكان البارح اللي كان الصراحه رائع. بلاصه زوينه واخا جات غير في الخلا والقيفر، لا بشر لا حيوان لا حتى شي حاجه، هنايا ما كاين والو غير الجبال وهاد الاعشاب هاد اللي والهيها في داك حدا داك الجبل راه هو اللي الهيها. البارح بانوا لي تما الجمال بزاف، واقيلا كاين شي كوري ديال الجمال ولا شي حاجه تما كيرعاوهم. كيدوزو الناس الطوموبيل الناس ما كيفهمو فيا والو، عرفتو كيبقى يستغربوا بواحد الطريقه يقولوا واش هذا شكون اش كيدير هذا هنا، شنو كيصنع، شنو واش حماق واش بعقلو واش يا تلقور. والله الا تلقور كيشوفوني كيبقى كنجيهم في شكل تحرك البرده الاصدقاء، والله الا بدا كيتحرك البرد. دابا المشكله اللي عندي في الطرقان اللي كيكونوا ضيقين وما كتكونش ما كيكونش دوك الجنب ديال الطريق ما كيكونش لي سباس فاش غنتمشى. ما راكم عارفين الروتروفيزر ما كاينش، الروتروفيزر ديالي دابا هو الودنين، هاي كنسمع الصوت ديال شي طوموبيل ولا شي حاجه من مورايا كندور كنتلفت وكنبقى نزير على اليمين حتى كيدوز عاد كنمشي مرتاح في الطريق. احنا في الدخله ديال قريه ايت الفرسي. هاد ايت الفرسي فيها الديور اللي ما كاينينش في المدينه، انا نوريكم الديور اللي فيها كل شيء جديد. كاينين فيها شي ربعه د الفيلات واقيله ولا خمسه، فيها بزاف ديال الفيلات، فيها الفيلات والديور وكل شيء، الديور كاملين مصلوحين جداد داكشي كامل هاي كلاس. هذه اول قريه غندخل ليها بحال هكا، عمري دخلت صراحه شي قريه بحال هكا. الرو بزاف ديال الناس كيتفرجوا فيا كنتلاقاهم في الطريق. وما وقفوا شو هما راجعين لعندنا شو. اللهم لك الحمد ياك، تحياتي ليك. الله يلا بخير، اللهم لك الحمد، الله يلا سانك سانك من اني فياك تبارك الله عليكم. انا غادي لعندكم نيس الله يحفظك. كاين شي شتا ولا والو؟ لا والو ياك. اخا خويا الرو انا نشارك معكم الديور اللي كاينين هنايا في ايت الفرس. والله الا غير الفيلات وكل شيء ديور جداد. بلاتي غنبداو على بركه الله، هانتوما بسم الله. على ما اظن هذه واقيلا هي اغنى قريه في المغرب. شوفوا على دار بارك الله، اللهم بارك. شوفوا على دار، شوفوا على دار عاود، هذه فيلا، هذه ماشي دار. شوفوا كيفاش دايره، شوفوا هذه عاود اللي لهيها، شوفوا الديزاين كيفاش داير. وشوف ما عرفتش هاد النخل هادو اللي عندهم هنايا واش كيعطيوهم شي تمر ولا والو هاد السيكتور هاد. شوفوا الشمس ام الصباح وهي بحال هكاك مازال ما بغات تخرج. وشوفوا على الشجره سبحان الله، اول مره نشوف هذه الشجره هذه، والله العظيم اول مره نشوف بحال هذا الشكل ديال هذه الشجره سبحان الله. دابا بغيت غير نشوف شي دار قديمه هكا هي زعما بحال اللي كنشوفوا في الدواور. والو والله ما بانت لي هانتوما، عرفتش واش هاد الدوار هذا جديد قديم شنو عليه، حيت ما تلاقيتش كاع بالناس هنايا مثلا شي واحد اللي غتسوال ولا ما كاينش. كيف ما كتشوفوا الدنيا خاويه. شي برنامج ديال شي مشروع هنايا، الفوارق المجاليه والاجتماعيه في العالم القروي. شوفوا ايت الفرسي الرا
هواي الرا ها اياه الرحله اياه الرحله من فوق غيول السلام عليكم الناس انا عمر واحد الفيديو لما الله يجازيكم بخير اذا كان يا بسم الله شوف فين لان راه كيهرب ما تلاقيتيش معاه مقدم في الطريق لا كيقلب عليا ولا كيقلب عليا ولا بصح ما تلاقيتوش ماشي ديالي ميل شي عيط عليه ديالي ميل شي ويلي ديالي ميل شي عيط عليه شكون اللي ديالي ميل شي راه شفت في الانترنيت واحد نهار في الانترنيت قلت لهم برضو ليا راه مقدمين في الانترنيت اييه بحال ادي هذا سرحي اقول له الجبر كاين 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 راه كاين فوق جيت من رمضان نترجع رمضان ولا كان دور ياه باغيون باغيون اش كتوكل يا مسكين الشعير كتهدي هذا الشعير سي الحسين الحسين الجزار الجزار كيبيع اللحم وسولته على الدوار هذا اللي جاني في شكال صراحه فيه الديور كاملين جداد والفيلات عامرين بالفيلات شنو السر ديال هذا الدوار هذا شنو التاريخ ديالو شنو هو دابا يقول لكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لاباس بخير الله يبارك هذا راه رحال رحال اه يكون عارف هو قول لا ما يعرف ما كيعرفش التاريخ لا ما عرفش من التاريخ اللي فرسي كان التاريخ اللي فرسي ها التاريخ اللي فرسي زي التاريخ المي معناه اوكي واخا انت اش انت الدروينه انا داك انت الدروينه تيني دغيا غير موالي الخارج كلشي واقع كلشي الجاليه كلشي الجاليه غير الجاليه اللي سايبه الجاليه اللي جيت كاينه عليها غير الفيلات وداك الشيء باقي ما شفتي والو غير تدخل لهنا تشوف ما عندكمش كاع الطين واقيلا ديال الطين هنا ما كاينش لا صافي ما كاينش كلشي تردم كلشي تردم زعما الطين ما كاينش صافي ما كاينش غير سيموريا جور حتى حنا عندنا هنا ما كاينش المقاولين ما كاينش كلشي غير الخارج غير الخارج والسكان الاصليين ديال هيت الفرسي يتعطوا نسد الخلاق واش نسد وري الوالو هاكي شريك داير حلاوه ديالك داك واش نسد شغل مني اه بحال رحال ام وحسين ها هو وحسين السلام ورحمه الله عباس بخير الكروسون ديال الطوبي هذا الكرام الواتي عاد عمرك هي لا لا والله الا يطاشر ما يعطيكم الخير فايتي بعد الشتاء مرحبا نمشيو للدار نتغدى الله يكبر بيك تعشى جلسه هنا حتى تعشى نيت اسكيتي غير شي حاجه اللي فاز جات مرحبا بك يا معاد لا انترنيت شنو كنطيب غير الروس اكن كيشوفوني كنطيب انا ما كاينينش المقدمين وين كاين واحد دابا يشوفك واي الا شفت عاد تبعث لي لا كارت باسبور صافي باسبور كي لا كارت ديال الحمر الا كاين شوف واش مخلص الدار يا كاين هما الاصدقاء ديال هيت الفرسي حنا شاركنا معاهم الدكه ديال اساي دابا غنمشيو نتوجهوا ايمينتيزي ايمينتيزي نمشيو بوي بوي ريو تيزين تيزين تعاود شي ساعه غادي توصل جابو حسين الحسين بزاف شوف شوف سير حسين بزاف احسن بزاف العالم بزاف هاد الفرسي شنو قال لي اخي حسين المعزي ياك المعزي ولا غنميه اصبرك الله عليك
بسرعه علي ولادي سوا والله ما بغى ما بغاش الرو قال لك هنايا الناس اللي ساكنين هنايا في هاد الدوار كاملين جاليه. السلام. اهلا لاباس عليكم بخير شو لاباس شو لاسي نديرو الفران بخير ماشي مزيان طاحتك عاد خرجتي من القرايه الله داخلين فاش كتقراو السميه ديالك ادم راجل ادم تبارك الله عليك السي ادم وانت الله يحفظك تبارك الله على السي محمد الله يعاونك الله يوفق امين يا الله عندكم هنا الكوليج ياك اه مزيان الرو تبارك الله على الشاف كي داير بخير بخير هانيه هانيه الله يحفظك الرو 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 بوغيول بخير ابو غيول جال عندكم الله يكبر بيك الله يحفظك الرو قال له هو ابو حمار رجع ايه بخير هانيا الله يحفظك انا كنصور تحياتي ليك ضروري عندهم كاش بلوس عندهم اوتو ايكول دوار عندهم الكوليج عندهم ابتدائي الرو 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 كل شي كيعيط بغيول الرو شو الكات كات هل كتكت تيراري تيراري يا الرو الرو الرزي كل شي كيتعجب الرزي ها الفيراري ديال المغرب برافو ها نمشي معاك والله تنمشي تندورو شويه اه خليك ر ر ر ر الرزيد الرزيد ر ر موبيليت كطربان دي سينا اه ضروري ر يلا زيد ر واش شربتيه بعدا اه شراب وكلا ر ر الرزيد السلام عليكم لاباس الفران ياك كيف واحد سميتو فين 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 يمكن فاش مشيتي عند شي واحد واقيلا كيدير الخبز في واحد الاخرى يعني فوقدال فوقدال ولكن يمكن بالموتور لا بالموتور ماشي بالحمار ماشي بالحمار بالموتور معلم اوه معلم تبارك الله عليك ايوا مزيان يعني وفين غادي دابا غادي للنيف للنيف ان شاء الله دابا كدير غير جوله هكاك ولا جوله وصافي كنشوفوا هاد البلايص عندكم المناطق كلشي جيتي شويه فوق البرد ياك لا ضروري ايوا مزيان الله يحفظك وإلا وصلتي تما للنيف الى قبل النيف بواحد 5 كيلومتر دابا الى وصلتي الى بغيتي تبقى معايا تما تعشى ولا شي حاجه مرحبا الله يكبر بك الله يحفظك راني تما غير الله يكبر بك انا قريب للنيف واحد 5 كيلومتر قبل النيف
الله يحفظك اسيدي، شكرا بزاف، الله يكبر بك. تما سول فيا مرحبا. صافي، هو الاصدقاء سي يوسف، هو تلاقيناه سي يوسف بامو من تيزي. مرحبا سي معاذ، مرحبا بك عندنا. أجيل تيزي عندنا، مرحبا مليح. وصلت ما سول في بامو. مرحبا بك من هنا حتى حتى الاودي مني خردان. مرحبا بك، الله يحفظك، تبارك الله عليك. مرحبا سي معاذ، تحياتي لكم وشكرا لكم. الله يسلمك اخويا يوسف، شكرا بزاف، الله يحفظك. مليت وصلت تما، الى وصلت للنيف ولا سميتو عندك فين تمشي ولا شي حاجه غير موتو. صافي، الله يكبر بك. قيد النمره، قيد النمره حتى الى مرحبا ولا شي حاجه صوني عليا. مرحبا. 06 42. لا لا عرفني كاين، الله يا ودي، الله يحفظك. سيف، هي سيف. صافي، هاديو ساميغو. هاستا مانيانا، هاستا ماني. كتهضر بالسبليوني ياك؟ اييه. وايلي حركتي؟ حركت منين؟ حركتي الورق دابا عندي. وايلي والله الا حركت ود صح. وعلاش رجعتي؟ واش جاي غي فاكونس لهنا ولا؟ ها هما الورق تشوفو. ترجع؟ عايش تما انت؟ عايش هناك. عايش هنا؟ في اسبانيا. اسبانيا زدتي في اسبانيا انت؟ هي إيه. ماشي في المغرب. ودابا راك هنايا، غير جالس هنايا عندكم في الدار، وغترجع من بعد لاسبانيا. مزيان، خصك تمشي حتى انت ان شاء الله. ان شاء الله الله يوصلك يا ربي. امين. المغرب ياك؟ امين. شكون اللي احسن، المغرب ولا اسبانيا؟ اسبانيا ياك احسن من هنا. نديرو في هذا المغرب، ما كاين ما يديرو الدخل. حياتي لك اخي اسماعيل. هو السي اسماعيل، تحياتي ليك. كي ديت جرسدا قيمتها بان طلعت ست درت دين. مرحبا بيك، الله يكبر بك اخي اسماعيل. تلا العائله ديال مقرت النيت الناتي نولو معنا تنقتل تي زد غير وضو نيت لاند الناتي. لا عرفت ليك. الله يحفظك اخي اسماعيل، تحياتي ليك. يلا اديوس. اديوس سامي، يلا بسلامه. الله يعاونك، ما تخافش. يلا انايا راه ما غاديش يقص حتى ما غاديش يقصك حتى بشر. لا عارف اللي كاين ديال الخير انا هادو.